البعض من الناس ينامون في المسجد وعند الإقامة إقامة الصلاة يقومون فيصلون، ما الحكم؟ لابد من الوضوء. إذا نام الإنسان نوما مستغرقا على جنبه مضطجع أو متكي فهذا ينقض الوضوء. يعني في حديث صفوان بن عسال أمرنا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه لكن من بول وغائط ونوم، ذكر النوم مع البول والغائط فدل على أنه ينقض الوضوء. نعم.